ولك انت كيف بتجيب نارين على هذا البيت؟ كيف بتحطها تحت سقف واحد مع مرتك؟ ولك كيف عم تعاملها معاملة الضرة للبنت؟ ولك بعد عني، ما تحكي عن غبا. المرأة منصابة ولسه ما منعرف مين اللي نصب لنا الفخ. شو كنت بدي أعمل؟ أخذها على بيتها؟ كنت خدها على مكان ما تتألم فيه بنوب. وين هالمكان يا فايز؟ عندي وجنبي يا سلطان آغا. اوعك اوعك تكمل، قلت انك بتعشق المرأة اللي بحبها، صدقت انك حتبعد عنا وما قتلتك، قلت لي حبيبتك رح تصير لألي وصدقت نارين وما قتلتك. بس لك ما تخليني جن يا فايز، عم تفهم؟ ما تعمل هيك لأنه وقتها ما بعرف شو بعمل، عم تفهم؟ لك شو رح تعمل؟ بدك تقتلني؟ ما عاد تفرق، بدك تاخد روحي؟ خدها. أنا رح أعطيك أسباب كتير لتقتلني، بيكفي سلطان آغا. ما عاد تحارب ضميري لأنه بعشق حبيب رفيقي السابق أبداً. الضمير خسر والعشق اللي رح يربح. عشقك ما رح يربح، بس صداقتنا انتهت على الآخر يا فايز. انت شو عم تقول وانا شو عم قول؟ نحن صداقتنا انتهت من زمان سلطان، من زمان. نحن كنا عم نلعب معك شوط اضافي. وقف، استنى شوي، خلينا نسألها. إلها بدها تكون جرح جنبك ولا حبيبي جنبي أنا؟